على هامش المنتدى الذي يشارك فيه وفود أممية ودولية رفيعة المستوى أقيمت جلسة بعنوان جهودنا المشتركة لتحقيق الأجندة الحضرية الجديدة. في هذا السياق أجرت الزميلة ياسمين القفاص الحوار التالي مع الدكتورة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق. برحب بحضراتكم في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 واللي بتستضيفه القاهرة في الفترة ما بين 4 وحتى 8 من نوفمبر 2024. الحقيقة انه اجندة اليوم مليئة بالعديد من الجلسات وورش العمل، ولكن دعونا نتحدث عن جلسة هامة جدا اقيمت اليوم بعنوان جهودنا المشتركة لتحقيق الاجندة الحضرية الجديدة. وبيسعدني ان يكون معي المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الاسكان لشؤون الاسكان والمرافق. مساء الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بك على شاشه النيل الاحمر. مساء النور على حضرتك. اسمحي لي قبل ما نبدا الحديث عن يعني اهميه هذه الاجنده، ما هي الاجنده الحضريه المشتركه؟ يعني الأجندة الحضرية ببساطة هي طبعا كان في مؤتمر عالمي في كيتو، فأصدر أجندة العالم بيلتزم بيها عن التنمية المستدامة، اللي هي بنتكلم عن أجندة عام 2016. فكل دول العالم بتسعى لتنفيذ توصيات هذه الأجندة، والحمد لله احنا في مصر احنا ماشيين مع ركب الدول عالميا. الأجندة احنا منفذينها بشكل كبير، بنتابع تنفيذها، بنصدر التقارير لمتابعة التنفيذ. يعني في لجنة وطنية في وزارة الإسكان من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وقطاع الإسكان، دورها إنها بتتابع تنفيذ الأجندة الحضرية في جمهورية مصر العربية، وبتصدر تقارير عن التقدم المحرز في الأجندة. هي طبعا كل أهدافها عن التنمية المستدامة وبناء مدن ومستوطنات بشرية مستقرة، رعاية الشباب والفئات الأولى بالرعاية والمهمشين، وكل دي احنا الحمد لله مصر متقدمة فيها. وتقاريرنا احنا النهاردة من خلال الجلسة اللي اشترك معنا عدة دول نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اشترك معنا عدة دول، تشيلي، كينيا، الفلبين. الحمد لله مصر احنا مقدمين تقاريرنا، عرضنا تجربتنا، تجارب والمبادرات اللي هي في مصر، اللي هي تنفيذة وماشية في ركب الأجندة. طيب استحيلي ان انا اخد من اجابة حضرتك مصر عملت جهود كبيرة جدا على مدار الاشهر والسنوات يعني الماضية، وطبعا هذه الجهود بتتماشى بشكل كبير مع سواء هذه الأجندة او اهداف التنمية المستدامة بشكل عام وتحقيق رؤية التنمية 2030. ابرز نجاحات مصر على مدار الفترة اللي فاتت واللي بتبرزها مصر في هذا المنتدى لكل الدول الاخرى لتستفيد من هذه التجربة. ابرز حضرتك يعني انجازات مصر، طبعا احنا عندنا تحدي رهيب للسكن. احنا عندنا بنحتاج حوالي 550 الف وحدة سكنية سنويا، مع يعني طلب متنامي على الاسكان لكل الفئات، طبعا زيجات حديثة، مباني بيتم هدمها، فطبعا احنا محققين لكل الفئات يعني توفير السكن لكل الفئات زي ما كلنا في خلال العشر سنوات سكن لكل المصريين مشروعنا او يعني سكن لكل المصريين. الدستور المصري نفسه في مادة 78 هي بتتكلم عن ان الدولة تكفل لمواطنيها الحق في السكن الملائم والصح والآمن من عام 2014، فاحنا بنعمل لهذا الهدف وتحقيق للأجندة. فعندنا طبعا بنقدم لهم تجربتنا ان احنا بنينا في خلال العشر سنوات دي ما يزيد عن 1,000,000 وحدة سكنية، فدي يعني تجربة على مستوى العالم لم تتحقق. عندنا برضو مبادرة حياة كريمة اللي هي تطوير الريف المصري والمناطق العشوائية. عندنا حضرتك من أنجح المبادرات هنا في مصر، من أنجح المبادرات اللي هي بتنمي مش توفير سكن، هي رفع المستوى المعيشي والاجتماعي لمواطني الريف والعشوائيات. تجربتنا برضو في العشوائيات تجربة فريدة، يعني احنا بنطلع بيها حتى على الإقليم العربي، يعني بتبقى مبهرة. تطوير أماكن غير آمنة والقضاء على الأماكن العشوائية غير آمنة، خلاص بقت مصر أصبحت بدون مناطق غير آمنة، فدي تجربة فريدة ورائعة أخرى الحمد لله.
كلها يعني نذكرها. والحلو يا فندم في هذه المنتدى، وبأسف على مقاطعة حضرتك، إن بيبقى في تنظيم كمان جولات يومية لهذه المناطق لإبراز ده على أرض الواقع، ليس فقط بالكلام. بالفعل طبعا، هي طبعا في جولات، وهي اختيار كمان زي ما قال دولة رئيس الوزراء إن اختيار القاهرة كان اختيار فريد، لأن طبعا ده يسهل على الوفود إنها تنتقل. هي المكان كمان ما بين العاصمة اللي هي المناطق اللي هيزوروا طبعا الفسطاط، هيزوروا مناطق وسط البلد اللي هي تعتبر مناطق متميزة، هيبقى في فرصة للقلعة، كل دي أماكن هيزوروها، المتحف الكبير، ثم ممكن زيارات للعاصمة الإدارية الجديدة. عايز أعرف إزاي ممكن نستفيد في هذا القطاع من التكنولوجيا الحديثة، من البناء المستدام، وطبعا في مدن ذكية كتير، عايز أعرف إزاي نقدر نستخدم هذه التكنولوجيا والابتكار في هذه المدن. هو طبعا حضرتك بتتحدثي، يمكن كانت كلمة فخامة الرئيس امبارح اللي هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، دي تم إطلاقها بالفعل يعني من منذ أسبوع يعني. فدي طبعا إحنا يعني ماشيين فيها، وبقى دلوقتي في بناء يعني عايزين نقول أخضر أو مستدام، هو بيبدأ من اختيار يعني الأماكن إقامة المباني السكنية من الأول، إنها بتبقى في بيئة صالحة يعني مدعمة بالمرافق، ثم بعد ذلك بعد التشغيل برضو هي بيتوفر لها كل يعني نقول عناصر أو معايير الاستدامة، من حيث الالتزام بالكودات، كود يعني كود تستهدف مبنى سليم وصحي وآمن، وفي بقى دلوقتي في كود للمباني الخضراء، دي معايير بيتم الالتزام بها في المباني، ثم يعني الالتزام بالحفاظ عليها حتى يعني عايز أقول حتى انتهاء عمر المبنى الافتراضي في مصر. فإحنا الحمد لله متقدمين في تنفيذ الاستراتيجية بشكل مرضي يعني، لأن إحنا كمان عايز أقول لحضرتك إحنا عندنا لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الأجندة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مصر وقطاع الإسكان والمرافق، دورنا أو دور مجموعة العمل دي متابعة تنفيذ الأجندة على كل المستويات وكافة المحاور، وأعددنا تقريرين دول هيساعدونا، احنا ملتزمين قدام برنامج الامم المتحده ان احنا نعد تقرير عام 25-26 نوالي اعدادنا تقريرين، تقرير سنوي عن اداء الاجنده الحضريه، وتقرير اخر عن تاثير التغيرات المناخيه في مصر.